الكابتن عماد متعب بيؤكد الكلام اللي احنا بنقوله مع احترام الحمدي فتحي. هو ايه تبديله دي؟ تبديله غريبه جدا من موسيماني، بيخرج جناح ويحط ديفندر ثالث. انت كده بتقول للعيبه انك بتامن ومش عايز تهاجم، وبتقول للمنافس هاجمني انا مش عايز اجيب جول تاني. يعني ده رد فعل عماد متعب على الـ زي ما احنا قلنا، يعني كان هناك توفيق غير طبيعي مع الكابتن إيهاب جلال في التغييرات، والإسماعيلي كان النهاردة متوهج ودافع عن النقطة ببسالة واستحقها. النهاردة الموسيماني كان برا الخدمة. الكابتن عماد متعب في أول رد فعل ليه على التغييرات موسيماني بيستغرب الكابتن عماد متعب، وبيقول يعني أنا عايز أفهم يعني إيه التغييرة بتاعت حمدي فتحي. أنت سحبت جناح ونزلت ديفندر ثالث وكده بتقول إنك مش عايز أهداف، وبتقول للخصم أو المنافس هاجمني. وفعلا كانت تغييرة في غير محلها. كمان النهاردة يا جماعة لازم نعترف إن كان في بطء شديد من أليو ديانج. النهاردة كان في بطء شديد من أليو ديانج. خلي بالكم في كل المرات اللي الأهلي بيخسر فيها نقاط بتتجمع كل الظروف ضد الأهلي. بيبقى موسيماني مش مركز، لعيبة بره التركيز، التوفيق مش معاهم، حاجات كتيرة جدا. ضغط مباريات، كله بيتجمع مع بعضه. كمان عماد متعب قال في رد فعله عن التعادل، الأهلي هو اللي عمل في نفسه كده، كان عندنا فرصة نفرق من 6 لـ7 نقاط. يقصد نقطة فعلا، نقطتين بيراميدز، نقطتين البنك الأهلي، نقطتين الجونة، نقطتين الإسماعيلي. أنت النهاردة بتتكلم في 4-2 بـ8 بونت زي ما قال الكابتن عماد، 6 بونت فرق لما تخصم البونتين اللي فيهم الزمالك. وطبعا اتفق معانا ان اجاييه علامه استفهام، وانا شايف ان كده اجاييه لازم يخرج بره حسابات النادي الاهلي ويركزوا في اعارته. لازم يخرج بره حسابات النادي الاهلي ويركزوا في اعارته. حد بيقول لي راجع مع الكابتن محمود كوره الدقيقه 93 هدف لوجود الحارس بداخل الملعب بكامل جسمه، وفي ضربة جزاء لبوليا لتدخل الحارس على رجله وإعاقته. لا لا لا، معلش يا أبو حميد، ممكن يكون وجهة نظرك ولكن بعيدة كل البعد. الكابتن محمود ما بيسيبش حاجة، يعني الرؤية واضحة زي ما احنا قلنا. وبأيدنا الكابتن عماد متعب اهو في الكلام اللي الاعداد بعتولي، يعني في الكلام اللي احنا بنقوله الكابتن عماد متعب بأيدنا تماما. اصل مفيش مجاملة في الصح يا جماعة، مفيش مجاملة في الصح، لا يوجد مجاملة في الصواب. لما بيكون في حاجة صح لازم نقول عليها صح، مفيش مجاملة في الصواب.